حلقة النهاردة من أكتر الحلقات اللي طلبت مني مؤخرا، اللي هتكون من أول دقيقة لآخر دقيقة شرح عملي لإزاي تقدر تحصل على أكتر من $50 يوميا من جوجل أدسنس، وإزاي تقدر إنك تحصل على جوجل أدسنس بسهولة شديدة. يعني هديك كل التريكات الصغيرة والكبيرة، ولو عندك عقدة أو عندك مشكلة مع جوجل أدسنس إن شاء الله هتتحل بعد ما تشوف الحلقة دي. هعلمك إزاي تشتغل في المحتوى أجنبي من غير لغة ومن غير محتوى بطريقة سهلة وبسيطة ومحترمة جدا جدا. هعلمك ازاي تتقبل في جوجل ادسنس بسهولة، وهعلمك كمان ازاي تقدر تتصدر وتظهر في محركات البحث وتجيب ارباح محترمة جدا جدا اكتر من اللي انت متخيلها. الحلقة دي هتبقى الجزئية الثانية لسلسلة من اكتر السلاسل اللي انتم مهتمين بيها مؤخرا عندي في القناة، الا وهي الربح من المحتوى الاجنبي للمبتدئين. نبدأ على بركة الله، وما تنسونوش من دعمكم باللايك والشير والكومنت، وتشتركوا وتفعلوا زر الجرس وتقولوا لي مهتمين بالسلسله دي ولا لا، ونبدا على بركه الله. يلا بينا. من غير ما اطول عليكم اكتر من كده في المقدمه، هبدا ادخل على طول على الشرح العملي لازاي تقدر تنشئ موقع في نيتش تعلم اللغات بدون محتوى على الووردبريس وتوصل فيه لارباح محترمه جدا جدا، والاهم من كل ده انك هتتقبل في جوجل ادسنس في وقت قليل، وهتتصدر في محركات البحث في وقت اقل بكتير من اللي انت متوقعه زي ما قلنا من غير ما يكون عندك محتوى، لان اتكلمنا عن النيتش ده واتكلمنا عن ازاي تشتغل عليه وازاي تكسب منه بشكل مفصل في سلسله كامله اسمها الربح من المحتوى الاجنبي، بالاخص الحلقه اللي موجوده قدام منك دي. هسيب لك كل اللينكات موجوده في وصف الفيديو، فقبل ما تكمل معايا الفيديو للاخر اتاكد انك مشترك ومفعل زر الجرس وحافظ الفيديوهات دي عندك، لانك هتحتاجها في حلقه النهارده والعمل على النيتش ده بالاخص. نبدا على بركه الله، وهنتكلم النهارده عن سكريبت مجاني انا جايبه لك بشكل بريميوم زي السكريبت ده بالملي، هتشتغل عليه على الموقع بتاعك، وهو اللي هيضمن ليك انك تسرع موضوع تصدر محركات البحث وتسرع كمان القبول في جوجل ادسنس، ودي حاجه كويسه. هنتكلم برضو عن انشاء الموقع باستخدام استضافه عربيه انا حابب ادعمها قدام منكم. انا مش عامل اعلان للشركه دي، ولكن بما انها شركه عربيه فانا حابب ادعمها خلاص انها تشتغل وتكمل، واقدمها ليكم واقدم لكم كمان خصم خاص بالتقنيين عند شركه تراستنج هوست. الشركه اللي قدام منكم دي زي ما قلنا فيها اكتر من نظام عمل، في عندك طبعا هنا في المتجر الشيرد هوستنج الاس اس ال والريسيلر، وكمان عندك النطاقات اللي هي الدومينات لو انت عايز تشتري دومين، والسعر هنا اللي هتشتري بيه هو هو اللي هتجدد بيه. المهم هتسجل لي في الموقع ده، هتدوس كده على كلمه الاشتراك من هنا وتملا البيانات اللي هي سهله جدا جدا، الاسم الاول الاسم الثاني، حط الايميل بتاعك ورقم الموبايل، وهنا كده عنوان الفواتير طبعا ده اختياري، الاسم الشركه اختياري ولكن الباقي مطلوب منك اللي هو العنوان الشارع والمدينه والرمز البريدي، واختار الدوله من هنا، واختار كمان يعني العمله اللي انت تشتغل عليها. وزي ما قلنا هي الشركه دي خلاص جمع ما بين شخصين او اداره مشتركه مصريه سودانيه، عشان كده انا حابب ادعم صاحب الشركه دي او اصحاب الشركه دي، فبيدعم معاك برضو الجنيه السوداني والجنيه المصري وكمان اليو اس دي، فدي برضو حاجه محترمه جدا جدا، وطرق الدفع اللي موجوده هنا متوفره حرفيا مع الكل. فنركز ونكمل الفيديو للاخر، هنا كده الباسورد وتاكده مره ثانيه ودوس كده على كلمه تسجيل، هيدخلك على لوحه التحكم الخاصه بيك. لما تخلص هتلاقي لوحه التحكم ظاهره قدام منك بالشكل ده، طبعا انا عندي خدمه وعندي نطاق وكان في تذكره مفتوحه وفاتوره اتدفعت قبل كده، فانا مش محتاج اشرح لك الموضوع ده كله، انت هتتعرف عليه اول ما تفتحها وتشوفها. انا عايز ادخل على الخدمات من هنا واختار كمان طلب خدمه جديده، تمام؟ ومن هنا كده انا هختار الشيرد هوستنج، انا عايز اشتغل دلوقتي على الشيرد هوستنج. عندي تقريبا اربع خطط موجودين في الموقع ده، الديلوكس والبروفيشنال والانتربرايز والالتيميت، خلاص بدايه من $2 شهريا لحد $8 شهريا، ودي الخطه اللي انا بفضلها واللي انا شغال عليها حاليا. ايه الفرق يا عم ريان؟ الفرق بسيط جدا جدا جدا، عندك هنا الخطه اللي ب $2 شهريا بتديك خمس دومينات جوه الاستضافه، يعني ينفع تحط خمس دومينات جوه الموقع بتاعك جوه الاستضافه بتاعتك تشتغل عليها، مش كل دومين تشتريه للاستضافه، ولكن لا يعني الاستضافه نفسها السي بانل تشيل معاك خمس دومينات، خلاص عندك انليمتد ستورج وعندك انليمتد باندويتش وعندك دومين اكس واي زي مجاني لمده شهر،
وعندك كمان الاس اس دي ستورج، يعني حاجه كويسه جدا جدا وسريعه، وعندك فري اس اس ال، يعني برضو شركه بتنافس شركات كبيره موجوده حاليا وتديك مميزات محترمه. البروفيشنال نفس الكلام، ولكن 10 دومينات موجودين في الموقع بتاعك. الانتربرايز نفس النظام، ولكن 15 دومين موجودين في الاستضافه او السي بانل. وعندك الالتيميت اللي انا شغال عليها حاليا وبفضلها، انليميتد هوست دومين، يعني حط عندك دومينات زي ما انت عايز في الموقع بتاعك او في السي بانل بتاعتك، هتشيلها ومش هتقول لك لا. وعندك كمان دومين دوت كوم لمده سنه، انما اللي قبل كده دومين اكس واي زي، ركز معايا، دومين اكس واي زي مجاني لمده سنه في الثلاث خطط الاولانيين. الخطه الاخيره الرابعه دومين دوت كوم مجاني. طبعا هتدوس كده على كلمه اطلب الان او اطلبه الان على حسب اللغه اللي انت شغال عليها. هتكتب هنا الدومين بتاعك ايا كان الدومين، انا هكتب اي دومين بس عشان اعد معاكم، ودوت كوم من هنا عشان انت شغال على الخطه اللي بتديك الدوت كوم، ودوس كده على اختيار، هيبدا يجيب لك الدومين بالشكل ده. طبعا سعر الدومين بره العرض بتاعنا 11 دولار خلاص. هندوس كده على كلمه الاستمرار، هيدخلنا على الصفحة اللي جاية للصفحة دي. عندك هنا 8 دولار شهريا، وركز معايا، انت ممكن تختار استضافة لمدة شهر او ربع سنة اللي هي 3 شهور او 6 شهور او سنوي اللي هي سنة يعني، ودي اللي عليها الدومين، انما لو غير كده ما عليهاش الدومين، الدومين هتحاسب عليه. فانت هتتحاسب هنا على الدومين في السنوي، السنوي هتاخد الدومين مجاني تمام. عندك سنتين وعندك 3 سنوات على حسب انت عايز تشتغل على ايه. انا هختار مثلا من هنا السنوي تمام، هتلاقي السعر 95 دولار والدومين طبعا ده مجاني تمام. هندوس كده على كلمة الاستمرار من هنا، هيدخلنا على الصفحة الثانية، ركز معايا، أنا مسجل قبل كده خلاص، وسيبنا إن النيم سيرفر دي إحنا مش محتاجينها. هندوس كده على كلمة الاستمرار، هيدخلنا على الصفحة دي، وركز معايا برضو، أنا عندي كوبون خاص أنا هقدمه لكم، ار واي اي ان اللي هو ريان يعني. دوس كده على تأكيد الخاص، هتلاقي عمل لك ايه، خصم 10% بقت 85 دولار، بدل ما كانت 95 دولار في السنه بقت 85 دولار. فالكوبون ده متاح معاك لاي خطه انت تشتريها، 10% خصم على اي خطه انت هتشتريها، سواء كانت ريسيلر او خطه شيرد هوستنج من غير اي مشكله تمام. فانت عندك الدومين ببلاش مجاني، وعندك الالتيميت الاستضافه نفسها ب 95 اللي هي 85 بعد الخصم يعني. هندوس كده على كلمه الدفع من هنا، وركز معايا، هتختار طبعا، انا عندي الاكونت زي ما هو، مش هكمل يعني، مش هنشئ اكونت جديد، في اكونت موجود قبل كده خلاص. وهتختار من هنا استخدم العضويه الافتراضيه زي ما هي برضو. عندك من هنا بنك الخرطوم او فودافون كاش ولا باي بال بيزك ولا باير على حسب انت تشتغل ايه. ممكن مثلا فودافون كاش، اختار من هنا فودافون كاش، ودوس كده على ارسال الطلب. ركز معايا، هيدخلني على صفحة الفاتورة اللي هي الصفحة اللي قدام منك دي، وهي مستحقة، رقم الفاتورة 1003 او يعني 10023، هاخد كده رقم الفاتورة دي تمام. وركز معايا، هروح ادفع المبلغ المطلوب مني على رقم فودافون كاش، الرقم اللي ظاهر قدام منك ده خلاص، هدفع على الرقم ده واخد سكرين شوت، وبعد ما اخلص هرجع كده على منطقة العمل، وهاجي كده على فتح تذكرة خلاص، ركزوا معايا، واجي هنا كده اكتب موضوع التذكرة، تفعيل خلاص الطلب، واعمل كده رقم الفاتوره، وانزل تحت هنا يا باشا اكتب له رقم الفاتوره خلاص، واقول له انت مثلا انا دفعت من رقم 010 بلا 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 الى اخره، لو انت دفعت فودافون كاش وادي له شويه تفاصيل ثانيه، وبعد كده دوس على كلمه ارسال من هنا واستنى الرد. وعايز اقول لك ان الدعم الفني محترم جدا جدا جدا. انا كان في مشكله ظهرت معايا وانا بجهز للفيديو ده خلاص، والمشكله دي يعني هم فضلوا معايا لحد ما الحمد لله حلتها، فدي حاجه كويسه جدا جدا. عندهم مبرمج، عندهم ناس فاهمه في الاداره، فهتبدا ان انت تشتغل ولو في اي مشكله هيساعدوك فيها. المهم انت بتعمل الخطوه دي عشان بس تتاكد لو انت دفعت فودافون كاش، لو بي بال بتتحول على طول على الاستضافه الخاصه بيك، او يعني لوحه التحكم منطقه العميل الخاصه بيك اللي ظهر قدام منك بالشكل ده تمام. هيوصلك رسالة على الايميل فيها بيانات السي بانل الخاصة بيك اللي هي موجودة عندك هنا دي تمام، بيانات السي بانل اللي موجودة عندك دي. خليني برضو اقول لك على حاجة كده اضافية، لو انت حابب تدعم الشركة دي وتشتغل معاها كمسوق بالعمولة، عندك نظام نقاطي اللي موجود عندك هنا ده او نظام نقاطي او نظام الافلييت في النسخة الاولى ليه، انت بتاخد 1 دولار مقابل كل عملية شراء، سواء كانت شهر او شهرين او 3 شهور او ايا كان المدة اللي هيشتريها العميل، انت بتاخد 1 دولار على كل عملية شراء موجودة من خلال النظام ده. النظام ده مع الوقت هيتطور وهيوصل لارقام محترمه جدا جدا. انا بس بتكلم في حته ايه، لو انت حابب الدعم للشركه دي او الموقع ده، وزي ما قلت لكم
يعني الموقع ده، عشان بس ما حدش يجي يقول لي ان الموقع ده بتاعك، لا خالص، الموقع لو بتاعي انا هقول لكم ان الموقع ده بتاعي، وانا طبعا لما اقول الموقع بتاعي يبقى فيه زياده مصداقيه، فانا عايز كده. فلو الموقع بتاعي انا هقول لكم بتاعي، ده دعم مني لاصحاب الموقع عشان يكملوا، وللعرب علشان يعملوا زي كده ويوسعوا من نطاق خدماتهم وشغلهم على الموقع. المهم قدام منك هنا التفاصيل، لو عايز تكلمهم على الواتساب بتكلمهم هنا كده على الواتساب، تكلمهم طبعا وتستفسر على اي حاجه، ما عندكش ادنى مشكله، كل حاجه متاحه قدام منك هنا. السي بانل اللي ظهر قدام منك دي كده السي بانل الخاصه بالموقع نفسه. طبعا انا عندي دومين اشتريته قبل كده، لان انا كنت اشتريت استضافه او اخدت منهم استضافه، فده الدومين اللي موجود في الاستضافه بتاعتي، مش هنكمل عليه او مش هنشتغل عليه، هنهتم دلوقتي بالدومين بتاعنا. المهم ركز معايا في الكام كلمه اللي جايين دول، لانهم مهمين جدا 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 علشان نقدر اننا نثبت الووردبريس على الاستضافه بتاعتنا. بننزل لاخر الصفحه، ركز معايا، عندك هنا علامه الووردبريس، لو دوسنا عليها هنختار التثبيت، وعندك هنا كده برضو الووردبريس مانجر باي سوفتاكلس، السوفتاكلس اب انستولر، الاضافه اللي موجوده في السي بانل اللي بتتيح لك تسطب اي اب خلاص على الدومين بتاعك بضغطه زر واحد. فانا هختار اي واحده من الاثنين، هختار الثانيه دي مثلا من هنا الووردبريس خلاص، وهاجي هنا هختار كلمه انستول، ركز معايا دوس كده على كلمه انستول من هنا، واختار اتش تي تي بي اس، لان انا يعني مفعل الاس اس ال او بتفعل تلقائيا على الدومين بتاعي، والتمب ميلر انا هختار من هنا كده الدومين بتاعي، طبعا انا عامل سب دومين اشتغل عليه اوريكم منه الشرح دلوقتي، وهمسح العلامه دي الدبليو بي او الكلمه دي خلاص همسحها خالص، واختار من هنا كده الاصدار الخاص بالووردبريس واخليه اخر اصدار موجود معايا، تحت شويه هنا كده الدومين بتاعي الاسم بتاع الموقع بتاعي انجلش خلاص، وخلينا ناخد نفس الكلام ده انجلش ستادي، ده كده نفس الاسم، اكتب برضو هنا كده انجلش ليرنينج، ده اسم الموقع بتاعي خلاص، وانا مش عايز دول سيبهم زي ما هم خلاص. اليوزر نيم، الادمن يوزر نيم هخليه ادمن، وعندك الادمن باسورد هخليه باسورد، انت غير الكلام ده، غير الادمن بتاعك وغير الباسورد بتاعك خليه قوي عشان محدش يقدر يخترق الموقع الخاص بيك، تمام؟ وعندك هنا كده الادمن ايميل، ده كده الايميل الخاص بيك لما تنشئ ايميل من خلال لوحه التحكم الخاصه بالستيبر، نتكلم عنه ان شاء الله بعد كده. تحت شويه السلكت لانجوج، طبعا انت هتشتغل في اللغه الانجليزيه هتختار انجليزي، تشتغل عربي يبقى عربي، تشتغل الماني يبقى الماني، فرنسي يبقى فرنسي، على حسب اللغه للنيتش اللي انت هتشتغل عليه، واتكلمنا عنه في الحلقه دي، ارجع الحلقه دي شوفها خلاص. المهم خليها اجنبي زي ما هي، مش هنعلم على اي حاجه من دول، سيبهم برده زي ما هم. ممكن تختار كده الباك ابس، طبعا دي اضافه محترمه جدا جدا، بتاخد لك باك اب للمحتوى بتاعك جوه الموقع، بحيث لو اتمسح او تهكر يبقى عندك باك اب تقدر ان انت ترجعه مره ثانيه. المهم سلكت سيم، انت سيب السيم زي ما هو برده افتراضي، ما تلعبش في اي حاجه خالص، دوس كده على كلمه انستول خلاص، وبعد كده استنى تقريبا ثواني، ثواني معدوده، هتلاقي عندك ايه الشريط ده عدى كده 100% زي ما انتم شايفين كده، وادي الموقع بتاعنا لو دخلنا كده على الدومين تمام، ده كده الدومين بتاعي خلاص او الدومين الخاص بالموقع بتاعنا، هاخد بس كده اللينك، وادي لينك الداشبورد بتاعتنا، طبعا دخل مباشره باليوزر نيم والباسورد اللي هم ايه ادمن وباس اللي احنا ضايفينهم. عندك هنا ده الويلكم تو ووردبريس مش محتاجينها خلاص، هنقفل الكلام ده. هنيجي على الابيرنس، وركز معايا في الابيرنس بقى، احنا عايزين نرفع السيم الخاص بينا، قبل الكلام ده هنمسح السيمات دي، دوس كده على كلمه ديليت من هنا خلاص، واختار ده برضه من هنا ودوس كده على كلمه ديليت تمام، وتعالى على الموقع ده خلاص، ذا فيرال ووردبريس بلوك ثيم، طبعا الثيم ده هو اللي موجود في الموقع ده وهو اللي موجود في باقي المواقع الثانيه، ومتعدل بس على الالوان ومتعدل على الشكل، فانت متاح ليك يا اما تشتري النسخه المدفوعه يا اما تاخد الداونلود فري فيرجن، وانا هجرب لكم النهارده على الفري فيرجن، دوس كده على داونلود من هنا، هينزل معاك على الديسك توب خلاص بالشكل ده، هجيب لكم بس كده الملف، ادي الملف اهو، لو فتحت الملف ده كده تمام هيفتح معايا على الشاشه الثانيه كنسل، هتلاقيه بالشكل ده خلاص زي ما هو كده، احنا عايزينه زي ما هو ما نلعبش فيه خالص. هنيجي على الموقع بتاعنا نقفل اللي اتفتح دلوقتي، نيجي هنا يا باشا بعد ما تحمله داونلود فري فيرجن، هتلاقي اللينك موجود في وصف الفيديو، هتيجي كده على الاستضافه على الموقع بتاعك وتدوس كده على اد نيو، ركز معايا ابيرنس اللي هي الثيم خلاص او الشكل، واد نيو ودوس كده على ابلود ثيم وتشوز فايل، ومن هنا كده هتختار الثيم بتاعك، طبعا كل حاجه ظهر عندي في الشاشه الثانيه، هختار كده السوشيال فيرال وادوس كده على اوبن وادوس كده على انستول ناو، واستنى اقل من ثانيه لان حجم السكريبت او حجم القالب نفسه تقريبا 1-2 ميجا، حاجه بسيطه جدا جدا مش كبير. بيقول لي هنا ام باكينج انستولينج، بعد كده ادوس على اكتيفيت، بعد ما ادوس على اكتيفيت
هستنى برضو حاجات بسيطة، يقول لي اعمل لي انستول للريكوايرد بلجنز، هعلم كده على الكل من هنا واختار من البالك اكشن دي انستول، وادوس كده على كلمة ابلاي، انستول وادوس على كلمة ابلاي، واستنى ثلاثة، الاولى تطبطب، الثانية والثالثة، وبعد كده هدخل اعمل اكتيفيت. انا معاكم اهو كل حاجة قدام منكم من غير مقطع الفيديو ولا اعمل له مونتاج حتى، خلاص عشان تفهموا معايا الدنيا ماشيه ازاي. زي ما انتم شايفين بقى، ما يخلص كل استضافه او كل اضافه بيقول لك ان هي تمت، دوس كده على ريتيرن تو ريكوايرد بلجنز انستولر، ركز معايا، اعلم عليها كلها مره تانية. يبقى اول مره اخترت انستول، تاني مره هختار اكتيفيت لان مكتوب عندي كلمه اكتيفيت اهي، خلاص ادوس كده على كلمه ابلاي، هيبدا يرجعني زي ما انتم شايفين طبعا سرعه الموقع وسرعه التعامل وسرعه الفتح الخاصه بالموقع، كل ده محترم جدا جدا. ليه؟ لان انا شغالين على استضافه بتتعامل بنظام الاس اس دي، وده كده نظام تخزين محترم جدا جدا بيسرع من وتيره عمل الموقع، تمام؟ المهم فتح معانا بالشكل ده، طبعا مش هو ده، يعني الشكل ده مش هو الشكل ده طبيعي، لان انا لسه ما علمناش، ما حطناش محتوى، ما لعبناش فيه القائمه من فوق، هنغير كل الكلام ده، الموضوع سهل وبسيط. هندخل هنا خلاص، خلينا بس ارجع للمنيو المين يعني، خلاص اللي هي الخانه اللي قدام منك دي، وهنيجي كده في الريكوارد دي، طبعا احنا خلصنا التصنيف، هنرجع هنا على المنيو، ركز معايا، انا عايز اعمل قائمه موجوده فوق خلاص، اللي هي القائمه اللي موجوده هنا. قبل ما اعمل القائمه ركز معايا، انا عايز اعمل حاجه كويسه اللي هي ايه، اعمل حاجه اسمها كاتيجوريز اللي هي ايه الاقسام. اجي في الكاتيجوري دي ركز معايا، وبيقول لك هنا ايه ان كاتيجورايزد، يعني مفيش كاتيجوريز مفيش اقسام. هاجي انا بقى اعمل كاتيجوري هنا، هختار كده الكاتيجوري دي، اكتب مثلا جرامر، والسلاك بتاعي جرامر برضو خلاص، وادوس كده على اد نيو، هضيف معايا، اختار من هنا مثلا سنتنسز اللي هي جمل، ونفس الكلام هنا بس اخلي دي اس صغيره، وادوس كده على اد نيو، اختار من هنا مثلا ايه تاني عندك سبيكينج، اكتب برضو سبيكينج، وتحت نفس الكلام سبيكينج، يعني اكتب القوائم اللي موجوده عندي اللي هشتغل عليها اللي موجوده في الموقع ده، كل الكلام اللي موجود في الموقع ده احطه عندك هنا، بي دي اف ادي بي دي اف بوكس خلاص، واكتب كلمه بي دي اف هنا، وادوس كده على انتر، واخر حاجه معانا ممكن ريتنج، واجي تحت هنا اكتب برضو ريتنج، ودوس على اد نيو كاتيجوري، ضيف كده الكاتيجوري دي كلها، وتعالى على الان كاتيجورايز دي، طبعا هي مش هينفع تتخفي فسيبها زي ما هي، احنا عايزين بس كده الخمسه دول، وبعد ما نخلص الخمسه دول هنرجع للابيرنس، وهنيجي من الابيرنس على المنيوز. ركب مع ركز معايا مش ركب معايا، اكتب هنا كده كلمه مين، مين منيو، احنا هنعمل منيو جديده واول واحده، وهنختارها فوق هنا توب نافيجيشن منيو، وركز معايا ودوس كده على كلمه كرييت منيو، بعد ما تكريتها هتلاقي فتح لك الصفحه دي او الخانه دي، هتنزل كده على الكاتيجوريز من هنا خلاص، وتدوس كده على فيو اول، وهتعلم على كل ده خلاص، ودوس كده على اد تو منيو، بعد ما تدوس على اد تو منيو هتلاقيها اتضافت عندك بالشكل ده. طبعا الكاتيجوري دي انت هتضيفها لل يعني المقالات اللي هتنزلها، بالتالي هتنزل تلقائيا. لو انت عايز تضيف لينك معين، فتلاقي كاستم لينك عندك هنا مثلا كلمه هوم، تحط فيها لينك الموقع الاساسي بتاعك، يعني لينك الصفحه الرئيسيه، بتيجي بالشكل ده خلاص، وادوس كده على اد، طبعا هي يعني التكست فوق وكلمه هوم تحت، انا اسف، ادوس كده خلاص والغي اللينك ده. تلغيه ازاي؟ ادوس على السهم ده واختار من هنا ريموف، وطلع لي الكلمه دي كده فوق خلاص، ودوس كده على سيف منيو. لو انت عايز تعمل بقى ايه، يعني تعمل حاجه اسمها دروب داون زي كده، لو جبت تظهر لك حاجه خلاص، تعملها ازاي؟ نفس الكلام برضو، انت هتختار كاتيجوري مثلا وليكن من هنا كده كاتيجوري سبيكينج خلاص، ودوس على اد تو منيو، جت معايا هنا انا عايز اعملها دروب داون، اروح شددها لجوه كده، ركز معايا، بقت هي تحت الكلمه دي، تحت ريتنج هيظهر لي سبيكنج، لو دوست كده على سيف خلاص ورجعت عملت ريفرش هنا، هتلاقي كل حاجه ظهرت معايا، ادي الهوم خلاص، وادي الجرامر والكلام ده الى اخره، تمام، الكاتيجوريز بتاعتي، وادي ريتنج ظهرت تحت منها ايه، سبيكنج اللي انا ضفتها. فلو انت عايز تضيف السبيكنج دي تحت اللي فوق نفس الكلام، اعمل ارفعها لفوق كده، هتلاقي نزلت عندك بالشكل ده، خليها جوه، كل ما تخليها جوه تبقى تحت منها، تمام، زي ما انتم شايفين، دوس كده على كلمه سيف، خلصنا وخلصنا كده. يبقى احنا عملنا ايه، عملنا الكاتيجوري بتاعتنا او غيرنا الكاتيجوريز الخاصه بالموقع بتاعنا. تعالوا دلوقتي بقى نضيف المحتوى. المحتوى انا قلت لكم في الحلقه الاولى اللي موجوده اللي هي الحلقه دي، طيب الجهاز عمل كراش معايا زي ما انتم شايفين، ادي الحلقه دي كل حاجه بقى، روح اسمع الحلقه دي كويس جدا جدا عشان تفهم المحتوى ده هتجيبه منين. خليني بس اديك مثال، ادي يا باشا خلاص 10 sentences about مش عارف my holiday، هعلم على العلامه دي، اخدها كوبي زي ما هي بس عشان اجربها قدامكم، هودي دي للتراش كده، همسحها يعني، ادوس كده على اد نيو من هنا،
مقالة جديدة، وركز معايا في كتابة المقالة جوه الووردبريس. خلاص هدوس كده على كلوز، واجي اد تايتل هنا، احط العنوان بتاعي. طبعا العنوان ارجع شوف الحلقة اللي فاتت تفهم اكتر، وهاخد الكلام ده كوبي، واي كأن انا اللي عامله، يعني مش واخده كوبي، لا واي كأن انا اللي عامله. طب هتعمله ازاي؟ ارجع شوف الحلقة اللي فاتت للمرة العاشرة بكرره لك اهو. خلاص، وهي نزل الصورة بتاعتي، احفظ الصورة دي عشان احطها ايه، ادي سيف ايمج اس واحفظها عندي، واجي عندي هنا ركز معايا، سيبنا من الكلام ده كله. خلاص في البوست، ومن البوست الفيتشرد ايمج، وادوس كده على سيت فيتشرد ايمج واختار الصوره بتاعتي، ادي ديسكتوب وادي الصوره بتاعتي، واحط هنا كده ركز معايا التايتل والالت تكست والكابشن والديسكربشن عشان ده كله خاص بالسيو، وتعلم اكتر الموضوع ده. وعندك الكاتيجوري هنا، احنا كنا حطينا كاتيجوريز قبل كده. طب دي ايه؟ دي 10 سنتنسز، يبقى دي جمل، يبقى اختار من هنا كلمه سنتنسز. تمام، والبيرم لينك انا بعدل عليه من هنا برده، ممكن اغير البيرم لينك ده او الشكل بتاعه برده من بره، هو دلوقتي تغيره ازاي. المهم خلصنا من الموضوع ده، وخلصنا من التعديل واضافه، هدوس كده على كلمه ببلش من هنا وببلش من هنا. خلاص يبقى كده الاضافه بتاعتي او المقاله بتاعتي نزلت. هرجع لورا خلاص في المنيو، او ارجع لورا خالص واخش على السيتنجز، ركز معايا، ومن السيتنجز هدور من هنا كده. طبعا ده كده المعلومات الرئيسيه للموقع بتاعك، ممكن تدخل انت وتسمع كام حلقه كده بيتكلموا عن الموضوع ده، خلاص ازاي تعدل وتفهم الدنيا دي كلها ماشيه ازاي. وهنختار من هنا يا باشا خلاص اللي هي البوست نيم، البوست نيم هو اللينك بتاعنا، دوس كده على سيف تشينجز. خلاص، واجي انا هعمل حاجه بسيطه، انا عندي كام مقال هعمل لهم امبورت، انا عندي كام مقال هعمل لهم امبورت. خلاص انستول ناو للووردبريس. طبعا الخطوه دي انت سيبك منها، ما تركزش معاها، لان دي خطوه اضافيه من عندي انا، ران امبورتر. انا عامل كام مقاله كده كنت حافظهم عندي بحيث بس اجربها معاكم، ابلود فايلز اند امبورت، وخليها زي ما هي ادمن، وادوس كده على سبميت. تمام، هيبدا يعمل معايا اضافه، ريمبر تو ابديت، ما علينا، اول دون خلص. يعني لو جيت على البوست من هنا هتلاقي دي كل البوستات اللي ظهرت معايا، لو رجعت على الموقع نفسه وعملت ريفرش ركز معايا هتلاقي ظهر معايا بالشكل ده. طبعا انا ما عنديش يعني صور في الان كاتيجورايز دي، هعدل عليها وهرجع لك بعد ما اخلص تعديل. زي ما انتم شايفين انا عدلت في الكاتيجوريز وضفت الصور، ولو رجعت هنا زي ما انتم شايفين برده ما فيش اي صور معايا، هعمل ريفرش اف 5 او ادوس على ريفرش عندي هتظهر معايا بالشكل ده. طبعا انا دلوقتي عدلت ضفت الصور للمقالات والكاتيجوريز بالشكل ده خلاص، وزي ما انتم شايفين الشكل تقارب معانا بشكل كبير. لو رجعنا بره كده خلاص هتلاقي عندك هنا كده الصوره الاولانيه، وادي الصوره الاولانيه بالشكل ده خلاص، وادي عندك طبعا ممكن نضيف ده وممكن نحذفه بالشكل ده خلاص، وانت ودماغك. زي ما انتم شايفين كده ظهر معايا بالشكل ده، ادي برده ظهر معايا بالشكل ده خلاص. لو فتحت اي مقاله وليكن المقاله دي على سبيل المثال، وفتحت مثلا المقاله دي خلاص، هتلاقي تقريبا تقارب كبير جدا جدا في الاثنين. سيبك من دي وسيبك من دي، ممكن ابقى نضيفها ببلجنز بعد كده، ولكن زي ما انتم شايفين العنوان وبعد كده الوصف بتاعه بالشكل ده والصوره، وفي الاخر ايه الريليتد بوستس، وتحت شويه كمان هتلاقي الريليتد بوستس، ممكن تغير الاسم ده، وفي الاخر كده الاوثر والريبلاي او الكومنتس بالشكل ده. تمام، وممكن برضو تلغي الكومنت، وممكن تضيف الكلام ده من على جنب كده. تضيفه ازاي؟ هتخش كده من هنا يا باشا على الابيرنس، ومن الابيرنس هتختار ويدجت. تمام، ومن الويدجت هتبدا تعدل على الاقسام اللي موجوده في الخانه دي، في خانه السيرش والكلام ده. طبعا هنا السيرش، وادي السيرش اهو خلاص، وادي عندك برضو السيرش موجود فوق بس بشكل تاني، ممكن تعدل انت على الستايل ده خلاص. عايز تحذفه هتعلم عليه كده وتدوس على الثلاث نقط دول واختار ريموف سيرش، ريسنت بوست سيبها زي ما هي، ريسنت كومنت امسحها براحتك برضو خلاص، الارشيف برضو امسحه خلاص، الكاتيجوري سيبها زي ما هي. لو عايز تضيف حاجه جديده دوس كده على العلامه دي الزائد دي واختار من هنا اي حاجه انت عايز تضيفها، مثلا صوره، ممكن طبعا تصغر كده لان الدنيا مش ماشيه معايا، براوز اول خلاص ريسيت، واختار من هنا اللي انت عايزه، كوت ايمج جاليري اوديو ايا كان الحاجه اللي انت عايزها ضيفها من عندك من هنا خلاص. كل الكلام ده متاح تضيف عندك اكواد، حتى الشورت كوت تضيفه من هنا خلاص، وليكن لو صوره على سبيل المثال، واختار الميديا لايبرري واختار اي صوره عندي. تمام، وليكن الصوره دي، وادوس كده على انسرت، وادوس كده على ابديت، واجي على الموقع بتاعي اللي هو الموقع ده، ادوس كده على ريفرش، هتلاقي مسح لك السيف وضاف لك المقالات زي ما هي بالشكل ده، وعندك نفس الكلام الصوره هنا والكاتيجوريز، وممكن تعدل على الستايل. كل الكلام ده بدماغك انت لما تفهم اكتر على الووردبريس والكلام ده، وازاي تعدله وتعدل الدنيا اللي ماشيه قدام منك دي. كده احنا خلصنا وعملنا الموقع بالشكل ده. كل اللي انت هتعمله
انك هتسمع الحلقه اللي فاتت، الحلقه دي خلاص تفهم تجيب محتوى ازاي، تعمل مقالات جوه الموقع بنفس الطريقه دي، تربط المقاله بالكاتيجوريز بتاعتك، تظبط الدنيا شويه، تفهم اكتر عن ووردبريس، وتبدا تشتغل شغل صحيح وتقدم على ادسنس من بعد من اسبوعين لتقريبا شهر. يعني انا بنصحك شهر، بعد شهر قدم على ادسنس وهتتقبل وهتجيب ارباح منه محترمه جدا جدا. طبعا ده قالب جبناه بشكل مجاني واشتغلنا عليه، عايز تعدل؟ تعديل سهل جدا جدا، بس كلمه كاستمايز من فوق من هنا، وابدا عدل على حاجات راسيه قشور كده موجوده قدام منك في الموقع ده، خلاص؟ لو انت عندك البرو فيرجن في حاجات اضافيه موجوده في البرو مش موجوده في القالب ده، تمام؟ زي ما انتم شايفين الشكل قدام منكم اهو بالسيرش بتاعته اللي هي موجوده عندك هنا، كمان بالعلامات دي، خلاص؟ هنا كده ده السيم، السايت ايدنتيتي ده الاسم بتاعك، وممكن لو عايز تحط ايكون من هنا كده، خلاص؟ بتختار الايكون من هنا. ارجع ورا كده كمان عندك الكالرز، لو انت عايز تعدل على الالوان عدل الالوان بتاعتك براحتك برضه، خلاص. عندك الهيدر ايمج لو انت عايز تحط ايمج للهيدر، عندك نفس الكلام الباك جراوند ايمج لو عايز تحط باك جراوند للموقع كله، خلاص صوره يعني. هنا كده المنيوز، احنا عدلنا على المنيو ده، المين منيو من هنا برضه ممكن تعدل عليها بالشكل ده، خلاص. بس احنا عدلنا عليها قبل كده وعملناها. الويدجتس نفس الكلمه بس ما بتفتحش معايا هنا، خلاص. وعندك الهوم بيج سيتنجز سيبها زي ما هي برضو ما تلعبش فيها. وعندك السيم اوبشن لو انت عايز تعدل، طبعا تحط هنا اللي هي الايقونات دي او الدعم ده او الحاجات دي، ممكن تختار من هنا مثلا كوبي وتحط كده كده، خلاص. نمبر تخليها مثلا الباجينيشن دي نيكست تو بريفيوس، هوريكم انا دلوقتي ايه هو الباجينيشن دي. دوس كده على كلمه بابلش من هنا، خلاص اتبابلش، تخش كده على المقاله نفسها من غير كاستمايز، تمام، وانزل تحت شويه. طيب هو كان قصده خلاص ظهرت معاه بالشكل ده السيرش والعلامات دي، ولو طلعنا بره بدل الارقام هتلاقي كلمه نيكست وبريفيوس اللي هي موجوده عندك هنا، خلاص. وارجع ورا كده كمان، طبعا السيم اوبشن فيها عندك انيبل سيرش بوكس اللي هي السيرش بوكس اللي فوق ده لو انت عايز تلغيه او تظهره، تمام. وارجع ورا زي ما قلنا، وبعد كده الاديشنال سي اس اس لو عايز تضيف اكواد ثانيه للموقع بتاعك. كده احنا خلصنا يعتبر السكشن الثاني كله. لو في اي سؤال اي استفسار على اي جزئيه موجوده في الموقع ده او في الشرح بتاع النهارده سيبوه تحت في الكومنتات وانا هرد عليها كلها ان شاء الله مره واحده، يا اما في فيديو ثاني يا اما في لايف يا اما في يعني مقاله تنزل في الموقع او حتى في السكشن الخاص بالدسكشن في الموقع بتاعنا، خلاص. زي ما قلنا الحلقه دي احنا حابين ندعم فيها او دعمنا فيها وحابين ان انتوا تدعموا فيها الموقع اللي قدام منكم ده تراستنج هوست، موقع محترم جدا جدا للاستضافات، وفي النهايه انتوا شايفين يعني النتيجه قدام منكم، الموقع سريع شغال معايا ما بيعلقش، خلاص، والدنيا فيه ماشيه كويس جدا جدا. فالموضوع ده يرجع ليك انت برضو لو انت حابب تدعم الموقع. ولحد كده وصلت للنهايه، كان معاكم محمد ريان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.